معايا خبر كمان، اتحاد الكرة يستقر على مشاركة بطل كاس مصر في البطولة العربية. الخبر بيتكلم ان اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استقر على مشاركة بطل كاس مصر في النسخة الحالية 2019-2020 في البطولة العربية بعد الاستقرار رسميا على مشاركة اول وتاني الدوري في دوري أبطال أفريقيا زي ما حضرتكم عارفين، والثالث والرابع في الكونفدرالية. وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الممتاز دوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلين، الدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، أسوة بما حدث في الموسم الماضي. وبطولة كاس مصر الموسم ده اللي هتنتهي في وقت قريب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، قال إن صاحب المركزين الأول والثاني هيشاركوا في، أو صاحب المركز الأول عفواً أو صاحب الكاس هيشارك في البطولة العربية، ولكن أول وثاني طبعاً زي ما احنا عارفين في دوري أبطال أفريقيا، والثالث والرابع هيكون في الكونفدرالية. ده اللي احنا معتاد، يعني مفيش جديد فيه.